السلام عليكم طلابي الاعزاء، طلاب الصف السادس العلمي بالفرعين التطبيقي والاحياء. اليوم عندي محاضره رقم 3 من الكترونيات الحاله الصلبه. الكترونيات الحاله الصلبه الفصل اللي مليء بالكلاميات، الفصل اللي مو هين، اللي قرايته تاخذ من عندك وقت. هذا الفصل ما تقدر تقراه اذا مو ورقه وقلم وتكتب التعريف والتعليل والسؤال اكثر من مره. فاني قلتها وسبق انه اتفقت ويا الطلاب من زمان، فتريد تقرا، تريد تضبط الفصل، تجيب لك اوراق مسوده، كل سؤال تعيده مرتين او ثلاثه، همي راح تلفظه وهمي راح تكتبه، فيكون قرايته او حفظه لك سهل. المهم محاضرتي رقم 3. بالمحاضره السابقه اتفقت انا وياك على سؤال، والسؤال كان مطول، اللي هي كل نقطه بعشر نقاط، وكل نقطه هي تعتبر سؤال وجواب. السؤال اللي سالته: ماذا يحصل عند تطعيم شبه موصل نقي بشائب خماسي؟ شو يصير اذا طعمت شبه موصل نقي بشائب خماسي؟ وجاوبت علي النقاط مع المحاضرة السابقة. يعني انت تكون قارئ المحاضرة السابقة، يلا تجي محاضرة اليوم. من قريت هذا السؤال بالمحاضرة السابقة وعرفت النقاط، هسه راح اجي اسأل عليهم بعد، اسئلة. فاول سؤال بمحاضرتي يقول: لماذا تسمى بلورة شبه الموصل؟ يقول لك: ليش اسمي بلورة شبه الموصل النقي بعد تطعيمها بشوائب خماسية تكافؤ بشبه الموصل نوعا واحيانا بالسالبة؟ تبع على السؤال شوية. لماذا تسمى، يعني ليش اسمي بلورة شبه الموصل النقي، ليش اسمي بلورة شبه الموصل النقي بعد تطعيمها بشوائب خماسية التكافؤ؟ يعني هاي البلورة شبه الموصل النقي من أطعمها بشوائب خماسية التكافؤ أسميها بشبه الموصل نوعا، أو أحيانا أسميها بالبلورة السالبة؟ ليش هاي البلورة أم شبه الموصل النقي إذا طعمتها بشائب خماسي التكافؤ لو أسميها شبه موصل نوعا، لو أسميها أحيانا بالسالبة؟ ليش تسمي هاي التسمية؟ تعال بعد جواب. الجواب: لأن حاملات الأغلبية للشحنة هي الكترونات. بعد انتبه عليها، الحاملات الأغلبية للشحنة شنو هي؟ هي الكترونات. والحاملات الأقلية للشحنة هي فجوات موجبة. يلا نعيد. ليش تسميها؟ لأن الحاملات الأغلبية للشحنة شنو هي؟ الكترونات. والحاملات الأقلية للشحنة شنو هي؟ هي فجوات موجبة. ليش أسمي بلورة شبه الموصل النقي؟ لما أطعمها بشائب خماسي أسميها بشبه موصل نوعين، أو أسميها بالسالبة؟ تقول لي: لأن الحاملات الأغلبية للشحنة هي الكترونات، والحاملات الأقلية للشحنة هي شنو؟ فجوات موجبة. وإن صافي الشحنة الكلية تساوي صفر. وإن صافي الشحنة الكلية، لأن شو يساوي لك؟ يساوي لك صفر. عرفت ليش تسميها البلورة شبه الموصل لما نطعمها بشائب خماسي؟ ليه نسميها شبه موصل نوعا؟ حسنا بدعت شوك شبه موصل نوعا نقي، ليش؟ او اقول لك سالبة، ليش؟ تقول لي: لان الحاملات الاغلبية للشحنة هي الكترونات، وان الحاملات الاقلية للشحنة شنو؟ هي فجوات موجبة. وان صافي الشحنة الكلية يساوي لك صفر. سؤال اخر: لماذا تعتبر الالكترونات، ها بحس قلنا الالكترونات هي الاغلبيه للشحنة، الحاملات الاغلبيه، ليش تعتبر الالكترونات هي ناقلات رئيسيه في شبه الموصل نوعا، في حين الفجوات هي ناقلات ثانويه؟ بعقب شوي قلت لك الحاملات الاغلبيه الالكترونات، والحاملات الاقليه شنو؟ الفجوات. يعني الاغلبيه هي باعتبارها رئيسيه، والأقلية باعتبارها شنو؟ ثانوية. يقول لك: ليش الإلكترونات رئيسية والناقلات هي ثانوية؟ الجواب: لأن تركيز الإلكترونات في حزمة التوصيل أكبر من تركيز الفجوات في حزمة التكافؤ. عيد. ليش؟ لأن تركيز الإلكترونات في حزمة التوصيل أكبر من تركيز الفجوات في حزمة التكافؤ، حيث أن الإلكترونات تتولد من خلال التطعيم والتأثير الحراري. إذن سؤال: من أين تتولد الإلكترونات؟ من التطعيم والتأثير الحراري.
السؤال اللي قبله قال ليه سمينا شبه الموصل النقي نوعا بعد لبن اطعمه بشواب خماسية اسميه بالموصل شبه الموصل نوعين ومرات اسميه سالب. قلت له لان الحاملات الاغلبية للشحنة الكترونات والحاملات الاقلية للشحنة هي فجوات. طبعا الاغلبية هي اسمها رئيسية ناقلات رئيسية والاقلية هي اسمها ناقلات ثانوية. زين هسه قال ليش الالكترونات هي رئيسية والفجوات هي ثانوية؟ راح اجاوبه شنو اقول له؟ لان تركيز الالكترونات في حزمة التوصيل اكبر من تركيز الفجوات في حزمة التكافؤ، حيث ان الالكترونات تتولد من عمليتي التطعيم والتأثير الحراري. من اين تتولد الالكترونات؟ من التطعيم والتأثير الحراري. كل زين باع سؤال باع من السؤال الاول كل يتر راح يجن عندي بالتسلسل. كيف تتولد حاملات الشحنة الرئيسية في شبه موصل نوعا مثل ايش؟ مثل السيليكون اللي هو اس اي. هاي حاملات الشحنة الرئيسية اللي حكيت عليها بالبداية بابا اللي هي الاغلبية. يقول شلون تتولد؟ مثل في السيليكون شلون تتولد؟ اقول لك تتولد من شغلتين اولا وثانيا. شنو هي اولا؟ او طبعا سؤال مهم أريد الحفظ مالته مهم هذا. شلون تتولد؟ أقول له أولاً تتولد من إلكترونات حرة ناتجة من ارتباط أربع إلكترونات. تتولد من إلكترونات حرة من ناتجة من ارتباط أربع إلكترونات. بابا من تولد؟ تولد من إلكترونات حرة ناتجة من ناتجة ناتجة من ارتباط أربع إلكترونات من الشائب الخماسي مع أربع ذرات لشبه الموصل النقي. هسه هو قال لك شلون تتولد حاملات الشحنة الرئيسية. حاملات الشحنة الرئيسية شلون تتولد؟ من طريقتين. الأولى إلكترونات حرة، إلكترونات حرة بس من ناتجة؟ ناتجة من ارتباط أربع إلكترونات من الشائب الخماسي. أربع إلكترونات منين؟ من الشائب الخماسي مع بانتبه عليه مع أربع ذرات لشبه الموصل النقي. يعني أربع إلكترونات من الشائب الخماسي ويامل ويا أربع ذرات لشبه الموصل النقي اللي هو السيليكون مثل ما اتفقنا عليه. ايش راح يصير؟ فيبقى إلكترون واحد حراً، راح يبقى إلكترون واحد حراً عن كل ذرة، فتنتقل هذا الإلكترون من حزمة التكافؤ إلى حزمة التفصيل. يعني بابا تتولد من إلكترونات حرة، إلكترونات حرة من ناتجة؟ ناتجة من ارتباط أربع إلكترونات من الشائب الخماسي. من ناتجة؟ من أربع إلكترونات من الشائب الخماسي مع أربع ذرات من الموصل النقي. أربع ذرات شائب خماسي، أربع إلكترونات شائب خماسي، أربع ذرات لشبه الموصل النقي. إيش راح يصير؟ راح يبقى لي إلكترون واحد. هذا الإلكترون واحد راح ينتقل بصورة حرة من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل. النقطة الثانية، إلكترونات حرة بقى قبل شوية من إلكترونات حرة. إلكترونات حرة بس من ناتجة؟ ناتجة من انتقال، ناتجة من انتقال إلكترون التكافؤ إلى حزمة التوصيل. قبل شوية إلكترونات حرة ناتجة من ارتباط أربع إلكترونات من الشائب الخماسي مع أربع ذرات من شبه الموصل النقي. راح يبقى لك إلكترون واحد حر ينتقل من حزمة التكافؤ المن إلى حزمة التوصيل. هسه راح يقول إلكترونات حرة بس من ناتجة؟ ناتجة من انتقال إلكترونات التكافؤ إلى ناتجة إلكترونات تكافؤ المن إلى حزمة التوصيل بفعل التأثير الحراري. بفعل من؟ بفعل التأثير الحراري وبنسبة قليلة. سؤال مهم بعد نكمل على الأسئلة. ما المقصود بالمستوى المانح وكيف يتولد؟ بالمحاضرة السابقة من حكينا على المستوى المانح. يقول لك هذا شنو هو مستوى مانح وشلون يتولد؟ تبع عليه. هو المستوى الذي يقع ضمن ثغرة الطاقة المحظورة. هو المستوى الذي يقع ضمن ثغرة الطاقة المحظورة. هو المستوى الذي يقع وين؟ ضمن ثغرة الطاقة المحظورة. زين ثغرة الطاقة المحظورة تتعرفها شلون؟ احنا قلنا هنا أنا كان عندي توصيل، هنا أنا عندي تكافؤ. هذا القلم ما يكتب، هذا تكافؤ. بالوسط شو اسمه؟ اسمه ثغرة شنو؟ طاقة محظورة.
زين المستوى المانح هو المستوى الذي يقع ضمن ثغرة الطاقة المحظورة زين وتحت حزمة التوصيل مباشرة. يعني هاي مو حزمة توصيل وهذا حزمة تكافؤ. يقول لك المستوى المانح هو المستوى الذي يقع ضمن ثغرة الطاقة المحظورة وتحت حزمة التوصيل مباشرة. يعني هنا جو حزمة التوصيل مباشرة زين ويفصل بينهما مستوى فيرمي. يعني الفاصل بابا خلينا اوضح لك اياه برسم هنا اضبط تبع عليه هذا المربع خليني اوضحها لك بابا. هذا من هنا لهنا شو اسمه اسمه حزمه توصيل. هذا من هنا لهنا شو اسمه اسمه حزمه تكافؤ. يقول لك مستوى المانح هو المستوى الذي يقع ضمن ثغرة الطاقة المحظورة. يعني يقع احنا ضمن ثغرة الطاقة المحظورة وتحت حزمة التوصيل بعد جوا حزمة التوصيل زين مباشر ويفصل بينهما مستوى فيرمي. يعني اللي يفصل بينهم شنو مستوى فيرمي. هذا مستوى فيرمي الفاصل بين التوصيل والمستوى المانح. يلا على الرسم العيلة هو المستوى الذي يقع بين حزمة الذي يقع ضمن ثغرة الطاقة المحظورة زين وتحت حزمة التوصيل مباشرة زين ويفصل بينهما. يعني اللي يفصل بين التوصيل والمستوى المانح شنو يفصل؟ يفصل مستوى فيرمي. زين شلون يتولد؟ يقولوا شلون يتولد المستوى المستوى المانح شلون يتولد؟ ويتولد بواسطة الذرات المانحة. شلون يتولد؟ بواسطة الذرات المانحة. بعد خلينا نكمل أسئلتنا. بعد عندي سؤالين. يقول كيف يتغير مستوى فيرمي عند تشويب شبه الموصل بشائب خماسي التكافؤ؟ يقول هذا مستوى فيرمي مستوى فيرمي شلون يتغير اذا شوبت شبه الموصل بشائب خماسي التكافؤ؟ شلون اغير مستوى فيرمي اذا غير شبه الموصل بشائب خماسي التكافؤ؟ كيف يتغير مستوى فيرمي عند تشويب شبه الموصل بشائب خماسي؟ تبع عليه. يرتفع مستوى فيرمي ويقترب من حزمة التوصيل. هذا مستوى فيرمي شبيه راح يرتفع ويقترب منين؟ من حزمة التوصيل بسبب تولد المستوى المانح. تعالي كيف يتغير مستوى فيرمي عند تشويب شبه الموصل بشائب خماسي؟ شلون راح اغير مستوى فيرمي اذا شوب الشبه الموصل بشائب خماسي التكافؤ؟ اقول له يتغير راح يرتفع مستوى فيرمي وين؟ ويقترب من حزمة التوصيل. راح يرتفع ويقترب منين؟ من حزمة التوصيل. ليش؟ بسبب. يقول لك ليش؟ تقول له بسبب تولد المستوى المانح. اتمنى هاي التأشيرات ملزمتكم تصير ايضا. ارجع اسال بعد السؤال. يقول ما مصير ذرة الشائب الخماسي التكافؤ المانح للالكترون؟ شنو مصير هاي الذرة المانحة للالكترون؟ ذرة الشائب الخماسي. يقول لك شنو مصير ذرة الشائب الخماسي التكافؤ المانحة للالكترون؟ شنو مصيرها؟ تبع عليه. تصبح ايون موجب. شو راح يصير بها ذرة الشائب الخماسي التكافؤ المانحة للالكترون؟ تصبح ايون موجب. شو راح يصير بها؟ تصبح ايون موجب. يرتبط بالتركيب البلوري ارتباطا وثيقا ولتساهم في التوصيل الكهربائي يقول ما مصير ذرة الشائب الخماسي؟ الشائب الخماسي شنو مصير ذرته المانحة للإلكترون؟ تصبح أيون موجب. يرتبط بالتركيب البلوري. راح يرتبط بالتركيب البلوري اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة ارتباطا وثيقا ولا تساهم في التوصيل الكهربائي. عندك ملاحظة هنا مهمة، ملاحظة مهمة اللي يقول ذرة فقدت الكترون. إذا ذرة فقدت الكترون ايش راح تصير؟ عبارة عن ايون موجب. الذرة تفقد هي ايون موجب. ذرة تكسب الكترون هي شنو؟ ايون سالب. ما مصير ذرة الشائب الخماسي المانحة الالكترون؟ منحة الكترون.
انطت الكترون، اذا شنو تصبح؟ مجفة. اذا الذرة فقدت الكترون، بحي مو فقدت الكترون، ما نحل الكترون، يعني فاقد الالكترون، يعني شنو؟ ايون موجب. بينما الذرة اللي اكتسبت الكترون هي شو تصير؟ ايون سالب. اللي يكتسب سالب واللي ينطي شنو؟ موجب. اخر ملاحظة، يعتمد مقدار الالكترونات الحرة المتعلقة من حزمة التوصيل والتكافؤ الى حزمة التوصيل، تبع عليه، يعتمد مقدار الالكترونات الحرة المتعلقة من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل او المنتقلة مو المتعلقة، نفس الشيء، يعتمد مقدار الالكترونات الحرة المنتقلة من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل في شبه موصل نوع N عند ثبوت درجة الحرارة على نسبة من الذرات المانحة المطعمة بها البلورة. خلي افسر لك كل هذه الملاحظة. يعتمد مقدار الالكترونات، على ماذا يعتمد مقدار الالكترونات المنتقلة من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل؟ يقول لك على يمن يعتمد مقدار الالكترونات المنتقل من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل في شبه موصل نوع N بثبوت درجة الحرارة. يقول لك على يمن يعتمد مقدار الالكترونات المنتقلة من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل في شبه موصل نوع N بس درجة الحرارة شنو؟ ثابتة. على يمن يعتمد؟ يعتمد على يمن؟ يعتمد على نسبة من الذرات المانحة المطعمة بها البلورة. الجزء الاول من محاضرة رقم 3 انتهى، تعال خلينا نروح وياكم للجزء الثاني. هسه طلابنا الاعزاء ننتقل للجزء الثاني. الجزء الثاني عندي هذا السؤال، يقول ماذا يحصل عند تطعيم شبه موصل نقي بشائب ثلاثي؟ بالمحاضرة السابقة نفس هذا السؤال، بس كان شو يصير إذا طعم شبه موصل نقي بشائب خماسي؟ هالمرة الشائب اللي موجود عندي هو شائب ثلاثي، وأنا تقصدت إنه أخليك على الملزمة على مود قدامك إنه أنت شلون تأشر. قلت لك هذا معناه فهم واطلاع، انه انت السؤال تفهمه وتطلع عليه وتعرف كل نقطة شنو ما بيها من سوالف، هو بيه 10 نقاط، كل نقطة شبيها من سوالف حتى اخذ عليها اسئلة حالها حال ابو الشائب الخماسي. تعال، اول نقطة تقول في كل ذرة شائبة تزيح ذرة السيليكون من التركيب البلوري. بكل ذرة شائبة تزيح ذرة سيليكون من التركيب البلوري وترتبط مع 4 ذرات سيليكون مجاورة لها. باو، انتبه عليها. في كل ذرة شائبة تزيح ذرة سيليكون من التركيب البلوري. هاي الذرة الشائبة زاحت لي ذرة، اللي سوت لي شنو باعتبارها؟ سوت لي فجوة، وترتبط مع 4 ذرات سيليكون مجاورة لها. بارتبطت بكم ذرة؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4، واضح؟ في كل ذرة شائبة، هاي ذرة شائبة، في كل ذرة شائبة، هاي ذرة شائبة تزيح ذرة سيليكون، زاحت ليش قد ذرة سيليكون من التركيب البلوري وترتبط مع 4 ذرات سيليكون. زاحت لي ذرة شائبة وارتبطت مع كم ذرة سيليكون؟ 4 ذرات سيليكون. 2، تتم عملية الارتباط عن طريق اتحاد 3 الكترونات للشائبة الثلاثية التكافؤ. تبع عليها، تتم عملية الارتباط. كيف تتم عملية الارتباط؟ عندما يطعم شبه الموصل النقي بشائب ثلاثي، تتم عملية الارتباط عن طريق شنو؟ اتحاد 3 الكترونات للشائب ثلاثي التكافؤ، فقط تاركا آسرة تساهمية تفتقر إلى الكترون واحد. هاي الالكترون افتقرت لمن؟ إلى الكترون واحد، واضح؟ تفقد إلى الكترونات واحد، وسمينا فجوة. بالمحاضرة السابقة قلنا شو نسميه فجوة. زين، النقطة رقم 3، الفجوات هي التي تسهم في عملية التوصيل الكهربائي. شنو اللي يسهم بتوصيل الكهربائي؟ الفجوات، يعني هاي الفجوة هي اللي تسهم في عملية التوصيل الكهربائي. نقطة رقم 4، الشائبة ثلاثية التكافؤ تدعى الذرة المقابلة بعد الارتباط تصبح أيونا سالبا،
يرتبط مع الهيكل البلوري. ها هسه نجيبها. الشائبه ثلاثيه التكافؤ، الشائبه اللي هي ثلاثيه التكافؤ زين، تدعى شو اسميها؟ الذره القابله. ها الشائبه ثلاثيه التكافؤ شنو اسميها؟ اسميها ذره قابله. بعد الارتباط تصبح ايون سالبا. بعد الارتباط شو تصير؟ تصير ايون. بعد الارتباط تصبح ايونا سالبا. ها الشائبه ثلاثيه التكافؤ تدعى الذره القابله. اذا شو اسميها؟ ذره قابله. بعد الارتباط تصبح ايونا سالبا. يرتبط مع الهيكل البلوري ارتباطا وثيقا ولا يعد اذ ان من حاملات الشحنه لانه لا يشارك في عمليات التوصيل. ليش ما اسميه من حاملات الشحنه؟ لانه ما يشارك بعمليه التوصيل الكهربائي. خلينا نجي نفسر هاي الجمله، انا وياكم نطلع من هذا كم سؤال. الشائبه الثلاثيه شنو اسميها؟ شائبه ثلاثيه التكافؤ اسميها الذره القابله، يعني تقتبل. بعد الارتباط ايش راح يصير؟ شو اسميها؟ ايون سالب. واني قلت لك قبل شويه الايون السالب يعني شنو؟ هسه اكتب لك اياه بالملاحظتين، يعني ذره اكتسبت الكترون. زين ترتبط مع الهيكل البلوري ارتباط وثيق ولا تعد من حاملات الشحنه. لماذا لا تعد من حاملات الشحنه؟ لانه لا يشارك او لانها لا تشارك في عمليه التوصيل الكهربائي. نقطه رقم 6 او نقطه رقم 5 هنا أنا بالطبعه مكتوبه بالغلط. الذرات القابله تزيل من التركيز الفجوات في حزمه التكافؤ. الذرات القابلة يا ذرة قابلة تزيد من تركيز الفجوات في حزمة التكافؤ وتقلل من تركيز الالكترونات في حزمة التوصيل. الذرات القابلة، الذرات اللي تقبل شي يصير بيها؟ تزيد من تركيز الفجوات في حزمة التكافؤ وتقلل من تركيز الالكترونات في حزمة التوصيل. الذرات القابلة تزيد من تركيز الفجوات، تزيد لي تركيز بالفجوات بس ايش بحزمة التكافؤ، بس ايش راح يصير؟ تقلل من تركيز الالكترونات في حزمة التوصيل، وبالتالي تضيف مستوى جديد يدعى المستوى القابل. تزيد مستوى جديد يسعى المستوى القابل. يعني هسه صار عندك هنا مستوى فيرمي والمستوى المانح وجاك مستوى جديد اسمه المستوى القابل، يقع ضمن ثغرة الطاقة المحظورة فوق حزمة التكافؤ مباشرة. هذا بقى هذا شو اسميه؟ مستوى قابل. وبعد شوي راح اسالك عليه عدة اسئله. يقول لك هاي النقاط اذا تفهمها الاسئله الجايه راح تعرفها. شلون ذاك ما شائب الخماسي؟ نعيد النقطه. يقول الذرات القابله، الذرات القابله شو تسوي؟ تزيد من تركيز الفجوات في حزمة التكافؤ. بعد زيدت لي حزمة زيدت لي الفجوات في حزمة التكافؤ. الذرات القابلة تزيد من تركيز الفجوات وين؟ في حزمة التكافؤ. بعد حزمة التكافؤ زادت بيها تركيز الفجوات وتقلل من تركيز الالكترونات في حزمة التوصيل. بعد الالكترونات بحزمة التوصيل شلون قلت؟ زين وتضيف لي مستوى جديد يسمى المستوى القابل. هذا المستوى القابل، مستوى القابل يقع وين؟ ضمن ثغرة الطاقة المحظورة فوق حزمة التكافؤ مباشرة. سؤال أين يقع المستوى القابل؟ تقول لي يقع ضمن ثغرة الطاقة المحظورة فوق حزمة التكافؤ مباشرة. المستوى القابل، هذا المستوى القابل شبيه المستوى القابل تشغله الذرات القابلة ونتيجة لذلك ينخفض مستوى فيرمي ويقترب من حزمة التكافؤ. فمستوى فيرمي وين اقترب؟ من حزمة التكافؤ. شبيه المستوى القابل، المستوى القابل هو المستوى الذي تشغله الذرات القابلة اللي تقبل ونتيجة لذلك مستوى فيرمي يقترب من حزمة التكافؤ. إذا المستوى القابل تشغله الذرات القابلة ونتيجة لذلك ينخفض مستوى فيرمي ويقترب من حزمة التكافؤ. راح ينخفض مستوى فيرمي بس شنو؟ يقترب من حزمة التكافؤ. 7 الذرة الشائبة ثلاثية التكافؤ
تسبب في نشوء فجوة في حزمة التكافؤ. ها الذرة الشائبة، هاي الذرة الشائبة اللي طعمناها في عزمة الذرة الشائبة ثلاثية التكافؤ تسبب، شو راح تسبب لي؟ تسبب في نشوء فجوة في حزمة التكافؤ. سببت لي نشوء فجوة وين؟ في حزمة التكافؤ عند قبولها الكترونا من الكترونات التكافؤ. الذرة الشائبة الثلاثية التكافؤ ايش راح تسوي لي؟ تسبب في نشوء فجوة في حزمة التكافؤ. راح تسبب لي في نشوء فجوة في حزمة التكافؤ، ليش؟ عند قبولها الكترونات التكافؤ، ولا يحصل انتقال الكترونات الى حزمة التوصيل. انتبهوا وياي، الذرة شائبة، الذرة الشائبة ثلاثية التكافؤ، هاي الذرة الشائبة ثلاثية التكافؤ شبيه تسبب في نشوء فجوة وين؟ في حزمة التكافؤ. راح تسبب لي نشوء فجوة وين؟ في حزمة التكافؤ. ايش وقت؟ عند قبولها الكترونات التكافؤ. لما تقبل الكترونات التكافؤ راح تسبب لي في نشوء فجوة في حزمة التكافؤ، ولا يحصل انتقال الكترونات الى حزمة التوصيل. ما راح تنتقل الكترونات الى حزمة التوصيل على عكس التأثير الحراري، ولهذا السبب يكون تركيز الفجوات في حزمة التكافؤ اكبر من تركيز الالكترونات في حزمة التوصيل اللي حكيناها قبل شوية. سؤال، لماذا يكون، يلا اكتب وياي، لماذا يكون تركيز الفجوات في حزمة التكافؤ اكبر من تركيز الالكترونات في حزمة التوصيل؟ السبب هو نشوء فجوة في حزمة التكافؤ، وعند قبولها الكترونات من الكترونات التكافؤ لا يحصل انتقال الى حزمة التوصيل، فما راح يصير انتقال الى حزمة التوصيل. نقطة رقم ثمانية، تسمى الفجوات حاملات الشحنة الثانوية او الاغلبية، وتسمى الالكترونات حاملات الشحنة الثانوية او الاقلية. اريد وياي تشخط هاي كلمة الثانوية، تكتب عليها الرئيسية، انا ذكرتها لك بس هي خطأ مطبعي. الفجوات هنا، هاي الفجوات اسميها حاملات الشحنة الرئيسية او الحاملات الاغلبية، وتسمى الالكترونات انتبه علي، النقطة الاخيرة نقطة رقم 10. هذا اللي حكيته كله وسألته ماذا يحصل عند تطعيم شبه موصل نقل شائب ثلاثي، ايش راح يصير؟ نحصل على بلورة نوع بي نتيجة إضافة شائب ثلاثي إلى شبه موصل نقي. تتذكر السؤال اللي قلنا عند تطعيم شبه موصل نقي بشائب خماسي؟ لما انطعمناه بشائب خماسي حصلنا على بلورة نوع N، هسه من طعمناه بشائب ثلاثي حصلنا على بلورة نوع بي. هذا السؤال كله يختصر لك يا نقطة رقم 10. ماذا يحصل عند تطعيم شبه الموصل النقي بشائب ثلاثي؟ نحصل على بلورة نوع بي بي تايب نتيجة إضافة شائب ثلاثي إلى شبه موصل نقي. زين إذا عكست السؤال وقلت لك ماذا يحصل عند تطعيم شبه الموصل النقي بشائب خماسي؟ راح تقول لي نحصل على بلورة نوع N اللي ذكرناها بالمحاضرة السابقة.